حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء العاشر في سلسلة النصائح التي تتعلق بحفظ القرآن الحقيقة. هذه تجربة شخصية قمت بها ووفقني الله إليها، وحفظت القرآن من دون معلم ومن دون الاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة كانت طريقة ممتعة ورائعة، أنني اعتمدت على الاستماع للقرآن، الاستماع بنسبة 100%. كثرة الاستماع للقرآن أيها الأحبة تثبت الحفظ في دماغك. من التقنيات أو الأساليب المهمة أو طريقة التفكير المهمة، نظرتك للقرآن ما هي؟ هل مجرد تحفظ أم أن هناك يعني شيء ينبغي أن تشعر به أو تحس به؟ أحبتي في الله، أنا لدي هنا النصيحة العاشرة، أتمنى أن تطلعوا عليها اليوم. شفاء للقلوب. أخي الحبيب، يجب أن تعتقد أن القرآن العظيم هو الشفاء للأمراض الجسدية والنفسية، وبخاصة أمراض القلب. القرآن فيه شفاء لكل شيء، فإذا أصابك هم أو غم فإن القرآن يذهب همك. الله تعالى يقول على لسان سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الخالق العظيم وضع في كتابه، بين كلمات كتابه، في حروف هذا الكتاب الذي أنت تحاول أن تحفظه في صدرك، وضع فيه شفرة للشفاء. وضع في هذا القرآن قوة شفائية تشفي القلب، تشفي العقل، تشفي الجسد، تشفي الهموم والأحزان، علاج لضيق الرزق، علاج للإحباط، علاج للقلق، علاج لاضطرابات النوم، علاج لمشاكلك مع الناس. وأنت تحفظ القرآن ينبغي، أو قبل أن تحفظ القرآن ينبغي أن تعتقد أنك تضع في صدرك كلام الله عز وجل. وهذا الأمر مهم جدا لتستشعر عظمة الكلام الذي تحفظه، لتشعر أن هذا الكلام ليس كلام عادي، هو كلام خالق الكون، هو المتصرف والمسيطر على هذا الكون، وهو الذي يتحكم فيك، في كل ذرة من جسدك، يتحكم بالكون من حولك، هو الذي بيده الخير والشر، مالك الملك سبحانه وتعالى. فأنت تحفظ كلام ثقيل الله تعالى في أوائل السور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة المزمل، قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ينبغي أن تشعر به، أن تشعر بثقله في داخلك. كيف نشعر بثقل القرآن وعظمة القرآن وقوة القرآن الشفائي؟ ينبغي أن نتدبر القرآن، أن نفهم ماذا نقرأ، وإلا لا فائدة من الحفظ. طيب، أنا سأستعرض الشريحة التالية أيها الأحبة هنا. الحقيقة عندما تحفظ المعوذتين مثلا، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينبغي أن تعتقد أن هذه السور أنزلت لهدف عظيم. عندما تضعها في صدرك وتكررها، هي وقاية لك من شر عين كل حاسد، من شر الغاسق إذا وقب، هذا الليل إذا خيم وما يحمله من اللصوص يظهرون في الليل. المشاكل، كثير من المشاكل تحدث في الليل. الله ينجيك من هذه المشاكل، من هذه الأمراض، من هذه الضائقة التي قد تصيبك.
عندما تحفظ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت تقرأ هذه الآية ينبغي أن تتذكر أنها شفاء أولا لك وحفظ لك من شر الشيطان ومن الأشياء المادية السيئة، حفظ لك من الأمراض، حفظ لك من اللصوص، من الهموم، من المشاكل، كل شيء. أيها الأحبة، ميزة القرآن أنه حفظ ووقاية وشفاء من كل شيء. مثلا سورة الفاتحة تسمى الشافية، لماذا؟ لأنها بالفعل هي شفاء. طب إذا كان من يحفظ سورة الفاتحة وهي سطرين فقط، فإنه يعني سميت أم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب، شيء عظيم. الذي يحفظ سطرين فقط هي الفاتحة، كيف بمن يحفظ كتاب الله كاملا في صدره؟ لابد أن الأمر يعني أعظم بكثير. لذلك الله تبارك وتعالى قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أيها الأحبة، حقيقة أنا لم أحفظ القرآن لمجرد الحفظ، ولم أفكر يوما أن يعني أكرر هذه الآيات لمجرد التكرار أو لمجرد أن يقال إنني أحفظ مثلا. هذا هدف تافه، أن يقال أنك تحفظ. لا، ينبغي أن يكون هدفك هو الله أولا، والله لا يرضى عنك إلا إذا فهمت كلامه. الله لا يريد ببغاءات، يريد من يفهم. الله تعالى يقول، يخاطبك أيها المؤمن ويقول لك: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا الهدف الرئيسي هو التدبر والتذكر. فإذا لم تتدبر وتفهم وتستيقن بصدق كلام الله، لا تستفيد من القرآن شيئا، مجرد أن تقرأ دون أي معنى. ولو أن يعني من يقرأ يأخذ حسنات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، وكل حرف حسنة، وقد يضاعف الله لك الأجر إلى 700 ضعف. ولكن أيها الأحبة، الحفظ التدبري أعظم بكثير من الحفظ العادي. لذلك يعني أنا أنصح أن يحرص كل إنسان مؤمن، كل أخ مؤمن، على أن يحفظ القرآن حفظا تدبريا تأمليا، وأن يعتقد أن هذا القرآن شفاء له، وسيكون شفاء لك في المستقبل، لأن هذا الأمر مهم أن تطبعه في ذهنك قبل أن تحفظ القرآن أو أنت تحفظ، ليعينك على مزيد من الحفظ وعلى مزيد من حب هذا الكلام. كلما أحببت كلام الله أكثر كان أسهل حفظا وأسهل بالنسبة لك تدبرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظ كلامه العظيم وحسن تدبره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.